Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. جائزة البالون دور وجائزة الفرنس فوتبول، المجلة الفرنسية الشهيرة، وبالتأكيد اللي عاملة صدى كبير جدا خلال السنوات الأخيرة، والاهتمام زاد بيها أكتر لما ابتدى محمد صلاح يترشح لهذه الجائزة بعد تألقه في خلال الخمس سنوات الأخيرة في ترشحه لجائزة البالون دور، وتحديدا طبعا ظهوره بشكل رائع في الدوريات الأوروبية. لكن بالأمس كان في أمور كثيرة متعلقة بهذه الجائزة. كل الجوائز بالتاكيد امبارح كان فيها كلام كتير، مساله فوز كريم بنزيما افضل لاعب، تيبو كورتوا افضل حارس مرمى، وامبارح كان بيسال امتى حارس المرمى يقدر يفوز بجائزه افضل لاعب، كمان امبابي امبارح كان موجود ويمكن ترتيبه في الجائزه امبارح كان رقم 6. يمكن احنا امبارح كنا زعلانين من وجود محمد صلاح رقم 5، لكن كانت ترتيبات امبارح كانت غريبه جدا. كمان فوز مانشستر سيتي بافضل نادي وخد جائزه البالون دور كانت بالنسبه لنا كمان غريبه جدا، المعايير نفسها ما بقتش مفهومه. يعني حسب معلوماتي جائزه الفرنس فوتبول او جائزه البالون دور بتبقى طبقا للنتائج الشخصيه او الانجازات الشخصيه مش الانجازات الجماعيه، لكن مانشستر سيتي خسر دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد فاز بالدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، هل الدوري الانجليزي قوته واهميته اقوى من الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا؟ دي المعايير اللي ممكن نختلف عليها. لكن كريم بنزيما خد افضل لاعب على مستوى العالم، لاعب فرنسي موجود امبارح في الفرنس فوتبول، فاز بالبالون دور، وكمان من اللي بيقدمه زين الدين زيدان، وهو امبارح كمان كريم بنزيما اتكلم يعني على فكره كمان ايه اللي بيقدمني مين زين الدين زيدان، واللي كمان بيتكلم عليه رونالدو النجم البرازيلي، فدول اكتر اتنين كانوا بالنسبه لكريم بنزيما يعني مثل اعلى في السنوات السابقة. لكن نشوف الترند العالمي واللي اتكتب بخصوص جائزة البالندور خلال الساعات الأخيرة. حساب ريال مدريد، الحساب الرسمي للنادي الملكي على تويتر، نشر تصريحات لكريم بنزيما واللي قال فيها: أشكر اللاعبين الجماهير والرئيس لأن الفوز بهذه الجائزة مستحيل من دونهم. طيب نروح لحساب ريال مدريد واللي نشر صورة لكريم بنزيما مع تيبو كورتوا والاثنين بيشاركوا بقية الفريق الكرة الذهبية وجائزة ياشين. كمان امبارح على فكرة ساديو ماني خد جائزة اللاعب اللي ليه دور مجتمعي ومؤسسي مهم جدا في الرياضة خلال السنوات الأخيرة، وساديو ماني ترتيبه الثاني بعد كريم بنزيما. طيب حساب اليوم السابع على الفيسبوك واللي قال: الكرة الذهبية أحدث إنجازات كريم بنزيما الأسطورية في 2022. بصوا بقى معايا: أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في أوروبا، هداف الدوري الإسباني، أفضل لاعب في الدوري الإسباني، هداف دوري أبطال أوروبا، بطل دوري الأمم الأوروبية، بطل السوبر الإسباني، بطل السوبر الأوروبي، بطل الدوري الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.